السلام عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني. الستان والخيش ازاي تعمليهم للعادية؟ في بنات كتير ما تعرفش تعملها، تعالي معايا اوريكي تعمليها ازاي. انا هنا مستخدمة الستان الرفيع بتاعنا برضو 0.5 سنتي، وعاملاه طول متر، وهعمله مجوز وهوريكي برضو تعمليه فردي ازاي في نهاية الفيديو. تابعي معايا. هنقص البوزة كده يعني عشان تبقى متدلعة وشكلها حلو برضو، وهتحددي النص بالظبط بتاع الستان، النص بالظبط يعني هنا قد هنا، الطول هنا قد الطول هنا، عشان تعملي الفيونكة بتاعتك مظبوطة تبقى شكلها جميل. هتجيبي خيط دي ام سي نفس اللون، او خيط كوتون بارليت نفس اللون، او خيط خياطة نفس اللون، المهم يعني خيط هتخيطي بيه. وهتعملي غرزة الباك رايحة جاية زي صفين كده، بحيث ان انت تثبتيها برضو لو انت عاملاها شغل لعميل مثلا او حتى ليكي، تبقى برضو متثبتة حلو. وتعملي العقدة بتاعتك برضو من ورا في الخيط، بتجيبي الفلوس وتربطيها جامد قوي الاول قبل ما تعملي الفيونكة، زي ما بتعملي اللي هي بتاعت الكوتشي، رباط الكوتشي تربطيها جامد، وبعد كده تعملي الفيونكة بتاعتك عادي خالص، وتحاولي تظبطيها وتبقى شكلها حلو. وطبعا هتفكي او ممكن تقصها من الاول اللي هي قصاد الفردتين اللي انتي عاملاهم، لو نسيت تقصيها ممكن تقصيها دلوقتي عادي، وتعملي برضو البوزة بحيث انها تبقى شكلها حلو معاكي برضو. وحاولي تظبطيها على قد ما تقدري بالشكل اللي انتي شايفاه ده. طبعا انت ممكن تعمليها احلى مني بكتير، انا طول عمري ما بعرفش اصلا اربط الكوتشي. ودي الخيش برضو نفس الفكرة، وهوريها لك في الفيديو اللي بعده بخيش بخيط الخيش مجوز ومفرد برضو، هوريها لك دلوقتي ازاي تعمليها بالستان فردي. هيبقى زي 0.5 سنتي كده، زي 0.5 سنتي، الستان زي 0.5 سنتي كده، والطول 0.5 متر. هتعملي الفيونكة من برة، دي طبعا اللي هي اللي بتبقى كحليات في الطارة، هتعملي الفيونكة بتاعتك من برة وتظبطيها وتخيطيها سراجة رايح جاي برضو.